جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول يوجد في مدينتهم التي يعيشون فيها بعض المعتقدات الغريبة، ومن بين تلك المعتقدات أن المرأة الحائض لا تدخل على النفاس إلا بعد 40 يوما خشية على المولود. تقول إلا أنها خالفت تلك القاعدة وتوكلت على الله ودخلت على إحدى النفساء وكان لها طفل وصحته جيدة، فأراد الله سبحانه وتعالى لذلك الطفل المرض وأصيب بحمى وتوفي، واعتقدت أنها هي السبب. ما هو توجيه الاستغفار؟ هذا اعتقاد باطل ولا أصل له، وللحائض أن تدخل على النفساء وعلى غيرها والحمد لله، وإنما يحرم على زوج الحائض جماعها في الفرج، بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما بقية أعمال الحائض من قيامها بخدمة البيت وطبخ الطعام وتغسيل الثياب وأيضا استمتاع زوجها بها ومضاجعته لها ونومه معها ومباشرته لها من غير جماع في الفرج، وكل هذا جائز. وإنما التشدد في أمر الحائض واعتزالها هذا من سنة اليهود لعنهم الله، فهم الذين يتشددون اعتزال الحائض ويحرمون ما طبخت وما عملت بيدها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة. نعم نعم وموت هذا الطفل مرضه وموته هذا بقضاء الله وقدره، لا علاقة له بدخول هذه الحائض على أمه النفساء، وإنما هذا من اعتقاد الجاهلية الذي يجب رفضه وتركه. نعم.